السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الطلاب الأعزاء، طلاب تالتة إعدادي، أهلا بكم في فيديو النهاردة. Social Networking Sites، مواقع التواصل الاجتماعي، ده عنوان لباراجراف في منتهى الأهمية متوقع يجيلكم في الترم الثاني، فخلي بالكم معانا. اهلا بيكم. زي ما احنا عارفين يا شباب ان في عندنا مقدمة وفي عندنا موضوع وفي عندنا خاتمة بسيطة كده وصغيرة. المقدمة بتكون حوالي سطرين ونص كده زي اللي احنا اخدناها في الفيديوهات السابقة، وبنكررها مع بعض النهاردة تاني. لو انت عندك مقدمة تانية مفيش اي مشاكل، لكن اهم حاجة تكون مقدمة سبيلنج كويس، ماشية بتسلسل مظبوط، والبنكتويشن برضو سليم. طيب عندنا شباب، لو نيجي نتكلم عن السوشيال نتوركينج سايتس، اول حاجه العنوان بنحط تحتيه خط زي ما احنا متفقين، البدايه زي ما احنا حافظينها صم. Hello everybody, I am very happy to write this paragraph. It's about an important topic. انه عن موضوع مهم. Do you know that topic؟ انت بتعمل تشويق للقارئ، هل تعرفون هذا الموضوع؟ It's about، انه عن، حط بقى العنوان يا باشا. It's about social networking sites. Full stop. بعدها بتقول in fact، في الواقع او في الحقيقة. تبدأ بقى تخش على الموضوع نفسه، وخلي بالك ان الموضوع بيعتبر اكبر جزئية في من العناصر الثلاثة، يعتبر هو اهم جزئية في كل الباراجراف. طبعا لما نيجي نتكلم عن السوشيال نتوركينج سايتس هنتكلم عليه من ناحية هو سيف ولا انسيف، هو امن ولا غير امن، هو يا ترى فري ولا نوت فري، مجانا ولا غير مجانا. هنتكلم عن برضو الفريندز، لما تيجي تصاحب هل هتصاحب مين بالظبط. هنتكلم عن الباسورد، الباسورد بتاعتك لازم تبقى سيف اول ذا تايم، ما تقولش الباسورد بتاعتك لاي حد، ما تقولش الاكونت بتاعك لاي حد خالص. في حاجات لازم تبقى سيكريت، يعني سريه. طيب اول حاجه بنقول in fact، بنبرز طبعا اهميه السوشيال نتوركينج سايتس، فاحنا ممكن نقول social networking sites are very important nowadays. nowadays يعني الان او حاليا، مش حافظ nowadays، ممكن تقول now بس مفيش مشكله. يبقى في الواقع مواقع التواصل الاجتماعي are very important، يعني مهمين جدا nowadays، حاليا يعني. طيب بعد ما تذكر اهميتها هتقول ان معظم الناس بيستخدموها حاليا، يبقى هنقول most people use them. طبعا خلي بالك احنا نقول them اقولش it، لان سايتس مواقع دي جمع، فانا بستخدم ايه them. most people use them now، يعني معظم الناس بيستخدمونها حاليا. من ناحية الأمان وعدم الأمان ممكن نقول some sites، يعني بعض المواقع، some sites are safe، يعني بتكون آمنة. and أو ممكن نقول but، ولكن but others are unsafe، عكس كلمة safe unsafe. unsafe يعني غير آمن. some sites are safe but others are unsafe. طيب ممكن نخلي برضو بالنا من ناحية الفري ونوت فري. some sites، بعض المواقع، are free، يعني مجانية. but others aren't free، aren't free، يعني ما يكونوش مجاني، بقى البعض يكون مجاني والبعض غير مجاني. طيب ممكن نقول بقى جملة مهمة جدا، من فوائد طبعا المواقع دي يا جماعة هو التواصل مع الآخرين بكل سهولة. يبقى ممكن نقول we can communicate، نتواصل، with others، نتواصل مع الآخرين، easily، ممكن نتواصل مع الآخرين بكل بساطة وكل سهولة. طيب it's very important، من المهم جدا، it's very important to be safe أو to keep safe، مفيش مشكلة دي أو دي، to be safe أو to keep safe online، لازم تبقى
سيف آمن أونلاين. إزاي بقى؟ ما تديش الباسورد بتاعتك لأي حد، ما تصاحبش برضو أي حد. يبقى don't make friends، يعني ما تصاحبش، don't make friends with people، ما تصاحبش الناس you don't know، اللي انت ما تعرفهمش. you don't know. ممكن نقول برضو لازم تخلي الباسورد بتاعتك secret. you must keep your password secret. So لذلك you must be careful on using and عند استخدام these sites، هذه المواقع. طبعا مش كل السوشيال نتوركينج سايتس، مش كل السوشيال نتوركينج سايتس وحشه، لا، في بعضها طبعا حلوه وفي بعضها ليه ايجابيات كتير. فاحنا بنقول ريلي يعني حقا، لكنها بتساوي بالظبط ان فاكت. ريلي سام سايتس يعني بعض المواقع are greatly يعني لحد كبير جدا، are greatly useful يعني مفيد لحد كبير جدا جدا. we can learn، احنا نقدر نتعلم الكثير والكثير منهم. we can learn a lot of things from them، نتعلم الكثير والكثير منهم. طبعا في بعض الناس يا جماعه بيكونوا addicted to social networking sites، يعني مدمنين ليهم. يبقى some people، بعض الناس، are addicted to social networking sites. ممكن نقول ان هم بيضيعوا وقت كتير جدا جدا عليه. زي ويست، او ممكن نقول هم يقضوا وقتا طويلا عليه. يبقى زي spend a lot of time on these sites. so لذلك I advise you، انا انصحك، to So I advise you not to، أنا أنصحك ألا، not to waste your time، not to waste your time on these sites، على هذه المواقع. طبعا بقى نخش على الخاتمة، احنا كده اتكلمنا على الموضوع بما فيه الكفاية، نخش على الخاتمة. in short يعني باختصار، بنلخص بقى القصة كلها، الموضوع كله في جملتين كده أو سطر ونص تقريبا. In short social networking sites are very important but ولكن you must be careful. ممكن برضو من ضمن الملخص بتاعنا نقول ان لها ايجابيات ولها سلبيات. يبقى زي have advantages يعني ايجابيات and disadvantages. be يعني كن، be wise، كن حكيما، be wise
when you use كن حكيما عندما أنت تستخدم these sites. بكده يا جماعة نكون خلصنا كل الباراجراف اللي قدامنا. قد ايه فعلا سوشيال نتوركينج سايتس مواقع التواصل الاجتماعي موضوع في منتهى الأهمية. سلسل أفكارك بالراحة، مقدمتك، موضوعك، الخاتمة، البانكتويشن خلي بالك منه، كل دي عوامل بتؤدي إلى إنك أنت تجيب أعلى درجة في الامتحان. في السؤال ده بالذات، السؤال ده كان زمان من 5 درجات، دلوقتي بقى من 10 درجات، خلي بالك السؤال ده قد إيه مهم مهم مهم. يا ريت يا جماعة في التعليقات تذكروا لنا ايه اللي انتوا عايزينه بالظبط بحيث نلبي رغباتكم كلها. يا ريت برضو تقولوا ايه الاسئله اللي انتوا عايزين نضغط عليها شويه نتك عليها شويه. كل طلباتكم ان شاء الله هي محل تقدير واهتمام، وهنلبيها ان شاء الله بقدر المستطاع. خليكم معانا على قناتنا دايما، ويسعدنا اشتراككم بالقناه، ويا ريت تعملوا لنا لايك وشير للفيديوهات. الى ان نلتقي في فيديو اخر. لكم مني قبل ما اقول بس اكمل هذا يا شباب، صندوق الوصف في كل الباراجرافات اللي احنا مقدمينها، صندوق الوصف اللي تحت دوت في حل محافظات، صندوق الوصف في مراجعات، صندوق الوصف قد ايه مهم جدا، في روابط تهمك قوي قوي قوي، اوعى تتجاهل صندوق الوصف. سلاما، وإلى اللقاء في فيديو آخر، والسلام عليكم.